رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل، وكنا لسه بنتكلم بقى. شوفوا بقى شكل الدولة، شوفوا شكل الدولة، الشكل المحترم للدولة. لما يبقى القضاء قضاء نزيه وغير مسيس، لما يبقى بنشوف دولة بتتبني بقى، دولة ماشية في طريقها. تعالوا بقى نعرف مع بعض النهاردة الحكم ده برضه، عشان اللي ما شافش ايه اللي حصل بالظبط وتفصيلة الحكم وبيتضمن ايه. معانا الأستاذة هناء أبو العز، الصحفية باليوم السابع من اسكندرية. مساء الخير يا أستاذة هناء. مساء النور يا أستاذ أحمد. منطوق الحكم ايه؟ هو منطوق الحكم بالظبط، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا على الفتيات المتهمات او المحبوسين او المحكوم عليهم بالحبس لمدة 11 سنة وشهر، والحكم عليهم بالتهمة الأولى والثالثة والرابعة بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وبراءة عن التهمة الثانية. عن الثانية عن الثالثة بقى؟ عن الثانية لا، عن الثانية. احنا قلنا الأولى والثالثة والرابعة حكم بالحبس سنة، وهي تهم التجمهر وتعطيل المرور وأيضا حملة دواسة للاعتداء بها على المواطنين. اما التهمة الثانية اللي اخذوا عليها براءة هي تهمة التخريب او اتلاف ممتلكات. تهمة ايه تاني؟ التانية التخريب او اتلاف ممتلكات. التخريب ده على كل الفتيات صحيح؟ على كل الفتيات اللي عددهم 14 فتاة الكبار، يعني انا عندي تانيين لسه الحكم بتاعهم لسه لم يصدر بعد، وهم الفتيات القاصرات. هذا يعني دول كان محكوم عليهم بالايداع في احدى مؤسسات رعاية الاجتماعية لمدة غير محددة، يعني دول لم يصدر عليهم الحكم حتى الان. دول كام بنت دول؟ سبع فتيات القاصرات، سبع فتيات. اما الفتيات الذين حكم عليهم منذ قليل هم 14 فتاة. يمكن بقى لو كلمتك عن الاوضاع الموجودة دلوقتي، يعني طبعا تكدس عدد هائل من عناصر جماعة الاخوان المسلمين داخل المحكمة من المحامين واهلية الفتيات. قاموا بالتكبير والهتاف يعني لرابعة العدوية والشعارات الإخوان المسلمين، أيضا الهتاف ضد الشرطة والداخلية برضو. طب سؤال بقى تاني، النهاردة دلوقتي القضاء الآن بدون شك غير مسيس، يعني هم مش شايفين ده، مش يعني مش متعاطفين حتى مع القاضي حتى. هو في الحقيقة محامين الدفاع عن الفتيات يعني أبدوا هذه المشاعر للقضاء في البداية، يعني حتى تغزلوا بعض الشيء في المستشار شريف حافظ رئيس محكمة مستأنس سيدي جابر واللي أصدر الحكم، وكان فعلا يبدو عليهم يعني ان هم يعني منتظرين من القضاء حكم عادل. لكن في الحقيقة بعد ما صدر القرار يعني لم تكن هناك يعني سوى مثلا يعني يعني الله اكبر، ولم تكن هتافات خالص مؤيده في الحقيقه للقضاء، يعني هم كانوا ينتظرون ويتوقعون هذا الحكم يعني. نعم. اذا في يعني نقدر نقول ان دلوقتي 14 فتاه اخذوا حكم سنه مع ايقاف التنفيذ، ده الحكم النهائي لهم. ولسه في سبع قاصرات تانيين، دول اللي احنا لسه مستنيين نعرف منطوق الحكم اليوم هيبقى ايه. هل منطوق الحكم هيبقى النهارده برضو ولا هيبقى في يوم؟ بالظبط طبعا. لكن يعني المحكمه الان هي محكمه جنح الطفل، استئناف الطفل يعني في المداوله، وبعد منتظرين بعد 10 دقائق واقل من 10 دقائق يصدر الحكم عليهم. طيب احنا تسمح لنا ان احنا نتواصل معاكي، يعني نغطي معاكوا الموضوع ده على مدار اليوم ان شاء الله لحد حين منطوق الحكم يعني. طيب احنا زميلنا احمد ربيع اتكلم مع رئيس المحكمة ومصادر قضائية، نعرف المصادر القضائية اللي كانت موجودة دي قالت له ايه يعني. احمد ربيع انت معانا على الهاتف. احمد مساء الخير. الزميل احمد ربيع لو سمعني يا ريت. طيب مش مشكله، هيرجع لنا تاني. الخبر الاكيد دلوقتي ان ال 14 بنت اللي كان محكوم عليهم ب 11 سنه وشهر اخذوا براءه في القضيه نمره او في التهمه نمره 2 اللي هي التخريب والاتلاف، واخذوا سنه حبس مع ايقاف التنفيذ، يعني هيخرجوا، يعني مش هيطبق عليهم السنه دي في التهم 1 و3 و4 اللي هم متهمين
بيها. اما في 7 قاصرات تانيين دول المفروض دلوقتي هيئه المحكمه هتشوف، هتنظر بقى الحكم اللي هنشوفه ليهم في الفتره اللي جايه يعني. طيب معانا احمد ربيع، والزميل احمد ربيع كان خاطب حد من المحكمه وبعض المصادر من داخل المحكمه، نعرف منه بالظبط ايه اللي حصل. احمد مساء الخير. مساء النور يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ ايه اللي حصل النهارده بقى كده بالظبط، احكي لنا بقى. هو طبعا النهارده كان اول جلسه لنظر الاستئناف المقدم من طالبات الاسكندريه، وهم الفتيات اللي كان تم الحكم عليهم ب 11 سنه. نعم. النهارده القاضي قضى بالغاء الحكم السابق واصدار حكم بمعاقبة كل فتاة منهم سنة مع إيقاف التنفيذ. ده معناه ان هم يعني العقوبة لم تنفذ، هيخرجوا بره كده خلاص. نعم. عايز اعرف بقى الاجواء داخل قاعة المحكمة احمد، يعني هل الناس كانت متوقعة هذا الحكم؟ هل جماعة الاخوان دول منتمين لجماعة الاخوان المسلمين؟ فهل دول كانوا طبعا الحكم ده يعتبر طبعا حكم مرضي لجماعه الاخوان، لان هو سنه مع ايقاف التنفيذ. هو القاضي هنا لازم ناكد على نقطه مهمه، ان القاضي هنا اكد في حيثيات حكمه ان هو استخدم الرأفه نظرا لصغر سنهم ونظرا لان هم لسه طالبات، ونزل بالعقوبه للحد الادنى في قانون العقوبات واللي هي سنه مع ايقاف التنفيذ. هو طبعا كان القاضي اللي اصدر الحكم الاولاني كان هدفه من وزي ما قال في حيثياته ان يحقق الرضا العام. تمام. انما رد الفعل كان ايه؟ يعني هل كانوا هم متوقعين ان النهارده طبعا ما حدش كان يتوقع ان يصدر حكم من الجلسه الاولى، خاصه ان هذه اولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الفتيات ومن محامين الاخوان. يعني فكره ان يصدر حكم في من اول جلسه ده ما كانش متوقع. طب استاذ احمد، ده مؤشر يعني يدينا مؤشر ايه؟ نعم، يدينا مؤشر ايه ان القضاء المصري يعني يضطهد جماعة الإخوان المسلمين، أن القضاء المصري طبعا ده يدي مؤشر أن القضاء ليس مسيسا كما يدعي جماعة الإخوان، وأن القضاء يحكم بما لديه من أوراق، بدليل أن في أحكامات كتير صدرت لأفراد من الإخوان كان تم إلقاء القبض عليهم في أحداث شغب ومظاهرات. لا يعني، لكن المشكلة أنهم يركزوا على الجانب السلبي فقط. نعم أحمد ربيع، أنا بشكرك الزميل أحمد ربيع جدا من داخل المحكمة. عايز أقول لكم إن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بفتح تحقيق عاجل بقى في أحداث العنف اللي مارسها عناصر من تنظيم الإخوان امبارح يوم الجمعة، وشفنا الكلام ده في محافظات كتير جدا، القاهرة ومحافظات مختلفة كتيرة كانت موجودة امبارح. وحسب المصادر بقى اللي كانت مفروض موجودة، خلينا نعرف بقى ايه تكليفات النائب العام لوكلاء النيابة. معانا زميلنا طارق صبري، طارق عباس عفوا، المحرر القضائي بجريدة الوفد. مساء الخير استاذ طارق. الوطن عفوا. مساء الخير استاذ طارق. عايزين نعرف بالظبط ايه التكليفات اللي امر بيها سيادة النائب العام. هو النائب العام أمر المحامين العموم للنيابات المختصة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت والتوصل إلى مدى ارتكاب المتهمين بها من عدمه، وسماع أقوال الشهود وسرعة تحديد موقف المتهمين. احنا عارفين ان يعني الشرطة بتواجه جماعة الإخوان خلال تلك الأيام بقوة، لأنهم خلال الفترة الماضية ارتكبوا عدد كبير من الجرائم التي روعت المصريين. نعم. إذن هذه هي التكليفات التي أصدرها النائب العام، ويعني عايزين نعرف بقى إيه بالظبط يعني التهم اللي ممكن يتوجه إليهم. يعني هو التهم المكررة دائما هي إثارة الشغب والاعتداء على أفراد الأمن، على قوات الأمن، والتجمهر والتظاهر دون الحصول على إذن طبعا.
على اصول تمام على اصول. هل تجدير الامن العام من ضمن التهم اللي بتبقى موجوده ولا دي مش موجوده؟ ازاي مش فاهم حضرتك؟ تجدير الامن العام يعني ان تمام. هو دلوقتي يعني لما يكون في تجمهر لعدد ما من الاشخاص او تابعين لاي جماعه سواء او لا يتبعوا اي جماعه, اي احداث عنف بيرتكبوها طبعا بتكدر الامن والسلم صحيح. العام, وبتكون دي من ضمن الاتهامات اللي بيواجهها المتهمين حتى في حاله احالتهم للمحاكمات. طب هل في اي افراد نيابه نزلت تحقق في الامر ونقدر نقول ان هي تبقى موجوده في اماكن المعاينه اللي كانت اماكن الشغب اللي كانت موجوده بالامس؟ بالفعل هو بس على حسب الحاله الامنيه الموجوده, بعض وكلاء النيابه بيشكلوا فرق تحقيق وبينزلوا يعينوا اماكن الاشتباكات. هل ده حصل بالفعل؟ ده سؤالي. في البعض البعض المناطق لكن مع توفير الحمايه الامنيه اللازمه ليهم خلال المعاينات. هل في الهرم الطلبيه نزلوا ولا لا؟ لا حتى الان لم تصلني معلومه بهذا الشان, لكن في بعض الاماكن انا اؤكد ان معاينات النيابه قد جرت وتم ذكر ما راه اعضاء النيابه في محاضر المعاينات لضمها لملف التحقيقات مع المتهمين. نعم انا بشكرك استاذ طارق عباس محرر قضائي لجريده الوطن, بشكرك جدا برضو. النهارده بقى احنا بنكمل معاكم ايه اللي بيحصل في البلد, ايه نظام القانون بقى اللي بيستعيد هيبته مرة أخرى في مصر. مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن الأهلية قال إن الأجهزة الأمنية قدرت إن هي توصل للمتهم الرئيسي في عملية تفجير قنبلة في مديرية أمن الأهلية وقدرت إن هي تقبض عليه, وكان هو برضو يعني كان سبب في إصابة 22 من جنود الأمن المركزي في رمضان اللي فات وانهيار جزء من غرفة السلاح في قسم أول المنصورة بعد قيام المتهم بزرع القنبلة بالقرب من تمركز جنود الأمن المركزي بجوار المدورية. معانا على التليفون الأستاذ عبد السلام عبده مراسل الوفد من الدقهلية. أستاذ عبد السلام مساء الخير. أستاذ عبد السلام مساء الخير. مساء الفل أحمد بيه, أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كيف استطاعت قوات الأمن أن تتوصل إلى هذا المتهم؟ الحقيقة من خلال توصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية من خلال إعداد عدة أكمنة وتشكيل فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية بأمن الدقهلية, وتم تحديد شخصيته وتم القبض عليه, إلا أن أجهزة الأمن لم تعلن عن اسمه حرصا على استكمال إجراءات التحقيق معه ومعرفة النيابة العامة. نعم. هل كان في شركاء ليه؟ أصل اللي يعمل قنبلة ده استحالة يكون بيشتغل لوحده, يعني ده لازم يبقى فيه حد بيجيب له المواد المتفجرة, حد بيساعده يعني. هل تم بالتأكيد يا أحمد بيه المتهم ما هوش لوحده, ولكن هو زعيم التشكيل العصابي, وطبعا هو هيدلنا أو هيدل أجهزة التحقيق على أسماء المشتركين معه. نعم إن شاء الله نتمنى أن ده يحصل قريب. بصراحة مجهود قوي لوزارة الداخلية, لأن عين الأمن سهرانة على مطاردة هؤلاء الإرهابيين الذين زعزعوا الأمن العام أو يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع المصري. صحيح. ولكن الأمن والشعب المصري بأكمله على قدم وساق لضبطهم ولإحباط محاولاتهم إن شاء الله. نعم أنا بشكرك جدا أستاذ عبد السلام عبده من الدقهلية.